عكسك تخصمي في قتال شوارع بهذا الشكل، كيف ممكن اتصرف اني ارميه طريقتين قبل ما يعطيني اي رد فعل؟ تابعنا. الله يقبل شرفنا، يلا بينا. وصار شعارك ربي رضاك. السلام عليكم. السلام عليكم. كثير بتصير في المشاكل انه بيجي واحد مثلا كابتن مسكني، مثلا مسكني من هون وانا بمسكه، تمام؟ الان في لحظه معينه انا بدي اكون منهي خصمي، طبعا انا راح اعطي وفق المسكه هاي، يعني اذا انا مثلا صارت بيني وبينه مشكله مثلا هيك، روح تمسكته انا. هو حيعافر معك ويمسكك برضه نفس الشيء. انا في اللحظه هاي ايش اسوي؟ ممكن مثلا بيعرف الحركات المضاده، احنا عرضنا لكم الحركات المضاده، لكن هذا الفيديو راح نعطيكم شيء ثاني، اللي هي الحركات اللي كيف استكمل المسكه نفسها. تمام؟ طيب، اول شيء مسكت هون، واحد، الاغلب ايش بيسوي؟ بيضغط من هون هيك، والثاني بصير يضغط، بنضغط ثاني واحد من اللي ينزل الثاني، تمام؟ اول شيء وسع رجليك، مسكت، شوف خصري. هوب بدفعه، ماشي؟ الان هاي حركه كامله هي استكمالها رميه، مسكت، واحد، اثنين، هوب، ثلاث، نزلت هون، ماشي؟ طبعا هي الرميه انا لو بدي ارميه انا ممكن ارميه من فوق خصري، من فوق ظهر يسقط في الارض سقط، تمام؟ بس انا حسويها شوي شوي على اساس انه تفهموا الحركه، بعينك الله. شوف مسكته، واحد، حرمي، دفعه، اثنين، واستكمل نزولي في الارض، اوكي؟ ماشي؟ خلينا هيك على اساس تيجي الحركه كامله. شوف مسكت من هون، واحد، دفعت هون، ماشي؟ من هون امسك معي زي كانك ماسكني انت، تمام؟ هو ماسك وانا ماسك، واحد، اثنين، ثلاث، من هون ضغطت، الان المسكه انا هون، واحد، وعصرت، تمام؟ حلو، ممكن استكمل من هون، واحد، عصرت، طيب، من هون، واحد، عصرت، اوكي؟ هاي عدة أشكال تقدر تشتغل عليها، تمام؟ حلو، هذا الشكل الأول، نعطي شكل ثاني. سوري خطي شوي قوية. طيب هاي أول شكل. ثاني شكل، إحنا طبعاً رمينا للأمام، بدنا نرمينا للخلف. الرمية للخلف راح تعطيني مجال أوسع إني أتحكم فيه، بمعنى الآن مثلاً أنا مسكته من هون بهذا الشكل، أوكي؟ مسكته قاعد يقاوم معي، شوف رجلي وراه، واحد، ومن هون بدفع، من هون بسحب خلف، أوكي؟ سحبتي مع دفعة رجلي، شوف كيف؟ واحد من هون هستكمل سقوطي عليه، مسكت، واحد، اوكي، من هون ضغطت، شوف، واحد، اثنين، فوقه عصرت هون، تمام؟ من هون ضغطت، من هون هوب ضغطت بهذا الشكل، ضربت الى اخره، اوكي؟ طيب شوف انا مسكته من هون، هي واحد، من هون هي اثنين، مسكته من هون، شوف، واحد، هي رجلي وراه، اثنين، وبدفع، اوكي؟ في عندي حركة بس الركبة عشان بس أكد عليها أكثر، واحد، هاي اثنين، رميته، صرت فوق، ضغطت، اوكي؟ شوف إيدي، من هون ضغطت، من هون ضغطت، من هون ممكن أصعد فوقه، أصير أضرب 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 أضرب، تمام؟ في عندي كثير خيارات بهاي الوضعية، اوكي؟ إذن الحركة أداءها بسيط وسلس، بس بدها إنك تركز في الحركة، يعني مساك، مسكت معه، واحد، اثنين، هوب، دفعت، وكملت، واحد، دفعت، وكملت فوقه، اوكي؟ طبعا الحركتين هن مش ادائهم ما هو صعب، بس لكن بدها تكرار على اساس تقدر ممارسه تجيب الحركه بشكل صحيح وتيجي معك دقيقه جدا، لانه في القتال الشوارع ما في انه لو مثلا انا عملت الحركه فشلت ارد احاول مره ثانيه، يعني الوقت هذا ممكن عرف المقاومه تبعته او ممكن ضربك الى اخره، اوكي؟ لانه بيكون خصم عدواني. طبعا اشكركم على المتابعه. لايك واشترك في القناه، ولو حد عنده أي تعليق، أي استفسار، أي شيء يكتبه في التعليقات تحت. صلوا على الحبيب. السلام عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا دعم قناتنا عبر حساب باي بال أو بالنشر والإعجاب والاشتراك بالقناة لنستمر بتقديم المزيد من المعلومات المهمة حول فنون القتال والدفاع عن النفس.